الأنباء كنقدموه لكم من شوف تي في. أهلا بكم. قضت محكمة القضاء الإداري بمدينة الرباط اليوم بقانونية محضر 20 يوليوز 2011 اللي وقعته الدولة مع أربع تنسيقيات تضم أحل ألاف المعطلين من حاملي شهادات العليا وكيقضي بالدمج المباشر للمعنيين به في الوظيفة العمومية. ويعد الحكم القضائي انتصار لتنسيقية المعطلين اللي وصلت احتجاجاتها في الشارع منذ سنتين بعد ما رفضت حكومة بن كيران الالتزام بالمحضر اللي كينص على التوظيف المباشر لأزيد من 4000 من حاملي شواهد الماستر واللي وقعوا مثل المعطلي مع حكومة عباس الفاسي. استقبل وزير الاتصال ناطق رسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي اليوم برباط مقررة لجنة شؤون سياسية والديمقراطية تابعة لجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ليليان موري باسكي اللي كتزور المغرب حاليا. وقال مصطفى الخلفي في تصريح صحفي إن هذا اللقاء شكل مناسبة للتطرق للتطورات اللي عرفتها القضية الوطنية وخاصة المجهودات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية على مستوى قطاع الصحة التعليم التشغيل والصيد البحري. في أخبار الحوادث لقي شخص مصرع وأصيب خمسة آخرين بجروح إصابة أحدهم خطيرة في حادثة سير وقعت أمس على مستوى الجماعة القروية بوعارك والتي تبعد بعشرة ديال الكيلومترات شرق الناظور. وذكر مصدر محلي اليوم أن هذه الحادثة وقعت على إثر اصطدام بين سيارة خفيفة وحافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من سعيدية على طريق الوطنية رقم 16. في الشأن الاقتصادي وقع المغرب والكويت اليوم برباط على مذكرتي تفاهم وبروتوكول تعاون في الميدان الصناعي وفي مجال الاستثمار المباشر الأجنبي وذلك في ختام أشغال الدورة الأولى للجنة التجارية المشتركة المغربية الكويتية. مذكرة التفاهم متعلقة بتنفيذ برنامج تعاون صناعي لفترة 2013-2014 واللي وقعها وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجية الحديثة عبد القادر عمارة ووزير التجارة والصناعة الكويتي أنس خالد صالح كتهدف بالخصوص إلى تبادل تجارب ودعم الاندماج الصناعي وتشجيع إحداث مشاريع صناعية والنهوض بقطاع الخاص. رياضيا توترت العلاقة بين دول المغربي عادل تعربت وفريق كوينز بارك رينجرز الإنجليزي بعد توصله من إدارة نادي بغرامة كتوصل القيمة ديالها المالية إلى 70,000 يورو في الشهر الماضي وهو المبلغ يفوق الأجر الأسبوعي للاعب المغربي. وجاء إنزال هذه العقوبة المالية حسب ما أكدته صحيفة إنجليزية بسبب زيادة وزن تعربت وتأخره عن مواعيد التدريب بشكل متتالي. نهاية المجاز كنشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله.